أهلا ومرحبا بك أستاذ سلام في برنامج يوميات جصانية، وإحنا في مركز القضاء. إما بالنسبة لقضاء بدرة، مركز قضاء لناحيتين هي جصان وزرباطية، تقع على الحدود، تبعد عن الجارة إيران بحدود 15 كيلو عن الحدود. زرباطية تقع إلى الشرق منها بحدود 7 كيلوات عن الحدود الإيرانية، وجصان تعرف 18 كيلو عن مركز قضاء بدرة. جغرافيا موقعها تقع على سفوح أو نهايات سفوح جبال زاكروس. هذا الموقع الجغرافي، إما اختيار هذا الموقع أسباب عديدة. أولا تحصل على كمية كبيرة من المياه والسيول اللي تجي من إيران، وكان مصدر معيشة ورزق هذه السكان، هذه المنطقة اللي كان تسخر بالسكان هي الزراعة، الزراعة بكل أنواعها. مركز بدرة، تسمية بدرة اجت على أنقاض حضارة، وممكن إذا تشوف التلة ذيك العقر هو هذا اللي يشيل مهم بيها واللي ثبت وجود قضاء بدرة. أي بدرة لم تكن حديثة العهد بتكوينها، وإنما أصبحت ممر لكثير من الحملات، حملات الدينية، الحملات العسكرية، كل الصراع اللي كان في السابق مع الإمبراطورية الفارسية، كل هذه الصراعات هي من بدرة. إما أهم ما يمثل بدرة، بدرة يقال إنه اسمها بادراية، وتكون بعد 40 كيلو عنها باتجاه الحدود مقابل الشيخ سعد باكساية. هذه مراكز لمدن ما كانت أكو ناس تفصلها عن مركز الكوت، حقيقة تاريخية وحقيقة جغرافية لازم الكل يعرفها. ما نجي عن الكوت بناها الحجاج قبل 800-900 سنة، مو تجي ليش ماكو كانت مدن في وسط وجنوب العراق؟ السبب كل الناس اللي سكنوا العراق اجوا من اليمن، اتجهوا نحو الجزيرة، الأغذية والزراعة ما تكفيهم، اتجهوا إلى شمال العراق وأسسوا أول حضارة هي الحضارة السومرية، بعدين الأكاديين والآشوريين والأمورين إلى آخره. فالعراقيين اللي استقروا في شمال العراق اتجهوا بسبب واحد على أطراف العراق، الحدود العراقية. قسم اجوا نزحوا على خانقين ومندلي وبدرة وباكساية اللي هي الآن تسمى الشهابي، وتنتهي مقابل العمارة. ليش؟ لأنه مناك الأهوار. والخط الثاني لهجرة السكان من شمال العراق اللي هي كانت حضارة تل حسونة وغيرها في شمال العراق في الموصل والمناطق الجبلية، باتجاه الغرب على حافة الهضبة الغربية اللي هي الحضارة السومرية اللي موجودة في أور وأريدو ولقيش والوركاء في الناصرية في السماوة. هذا السبب أكثر العراقيين يجهلوه. وأنا ذكرت لك، قلت لك إنه العراق وسط وجنوب العراق كان جزء من البحر، وأسند لك إياه برواية تاريخية عسى أن ما أنساها فيما يتعلق في بدرة. يبعد البحر الخليج عن بغداد 32، هذا مثبت جغرافيا وأثريا وعلم الجيولوجيا يثبتها. والدليل تأخذ كل الطبقات، هي عبارة عن ترسبات بحر كل وسط وجنوب العراق. والدليل عندنا طبيعي، عامل طبيعي هو بحر النجف. بحر النجف اللي يشوف آثار الأمواج به من تنزل في بحر النجف. هذه الحقيقة الجغرافية راح أسندها لك برواية واقعية. ذكرنا ودائما معروفة هذه في كل المحافل الأثرية وفي بغداد ومديرية الآثار، مثبتة أنه العقر من أقدم المدن السومرية في العراق، وليس فقط كبناء وإنما إلها نشاط. من الأنشطة اللي كانت
الأنشطة اللي كانت عندها، بالإضافة إلى تصدير المحاصيل الزراعية، عندها نشاط تجاري. والرواية اللي أرويك إياها كالآتي: بحكم عملي كمدرس اجتماعيات، فأبحث عن مدينتي اللي أطلقنا عليها مدينة الجميلة، لأنه لا تعتقد في كل العراق والوطن العربي ناس وسكان مثل أهالي جصان وبدرة وزرباطية بكرمهم بنظافتهم بعبقريتهم. ولا يغيب عن البال حتى وزراء من بدرة في زمن العباسيين، عبد الله البادرائي وزير كان، وزمن المأمون، والمراقد الدينية شوفها تنتشر بين جصان وبدرة، وهذه دليل على لما يضطهدون أهل البيت فممر إلى الجمهورية الإسلامية، وشوف المراقد الدينية منتشرة. أرجع لك، ظاهر أكو حروب، حروب مو بس حروب، لا لا مو بس حروب، لا 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 لا، العصر الأموي والعباسي هذه حقيقة يضطهدون أهل البيت. فشي يسوون؟ يفرون، يروحون إلى أماكن آمنة آمنة. وصل الإمام الرضا إلى أقصى شرق إيران ومرقد الحالي اللي هو مزاره، إلى حكمة رب العالمين في وجوده في تلك المنطقة. هذه الرواية راح أحكي لك إياها الموثقة. التجارة اللي كانت تعج بها منطقة العقر اللي هي قلب بدرة، أحد الأساتذة اللي مختصين بالأثار ودرس بالتنقيب الله يرحمه سعدون بشار، ومعروف وأكثر إخواننا المثقفين والمعلمين، هو معلم لكن اشتغل بالأثار في شمال العراق 16 بعثة بريطانية، فعنده معلومات، فكنت أستشف منه كثير من المعلومات. قال لي فحدود الثمانينات، قال لي أكو شخص من سكان العقر جاب لي وثيقة يطلقون عليها رقم، ويعرف الخط السومري هو أستاذ سعدون الله يرحمه. قال فالتهريب ماشي على قدم وساق، الناس تلقى في قطعة يهربوها. وطلعت، أنا ذكرت لك أنه من ثاني مسلة في التاريخ بالقانون وتنظيم القانون والأحكام هي مسلة بدرة بعد مسلة حمرابي، نعم. وتهربت وراحت الآن في متحف اللوفر. لها تاريخ يمتد لأكثر من 5000 سنة. بدرة وجصان، بدرة وجصان امتدادها، بدرة وجصان امتدادها، هذا اللي الحقيقة أثبت لك إياه، أكثر من 7000 سنة، 7500. نعم. هي الكتابة ظهرت 7500، أول الخط الخط هو الخط المسماري. نعم. الخط المسماري ده أحكي لك على هذه الرواية اللي هي لوح جابوه إلى أحد الناس اللي يعرفهم متوفاهم الله يرحمه. قال أستاذ سعدون هاي لقيناها بالعقر، شنو هاي؟ ينزعج إذا تحمل قطعة أثر، يقول لك روح سلم، ليش جايبها إلي؟ وطني، مو مثل أكو ناس يهربون ويبيعون كذا. قطعة يعتبرها في الكلام. إيه. فيسترسل وياه، يقول لي، قلت له نصحت رجعها وتركته. يقول ورد 6 أشهر في بيته بالصوب الجديد، بدرة تعرف صوبين قديم وجديد، جديد. وتشوف دائما القديم بناء على تلات مثل جصان مثل بدرة مثل زرباطية، لأنه السيول كانت تأخذ مأخذها من السكان، فيرتفعون يبنون على مرتفعات. وأكو راي يقول محميات عسكرية كانت بدرة وجصان، مو معسكرات. نعم. احنا الدليل لكلامك المعسكرات. نعم. بس لا انسى هذا الحديث عن الوثيقة. نعم. على الوثيقة هذه عثروا قبل 15 سنة، عثروا على صخرة كبيرة وزنها، السيول كشفتها في مقابيل بدرة في القلال. نعم. طلعت حكيت لك بالعصر البابلي الاول. نعم. قطعة 14 طن. وخابرنا على الولد الله يرحمه مدير اثار احمد. انت شفتها بعيني؟ بعيني، وراس الجسر خلوها، وجاء احمد وعليها خوذه وجندي، فمن راحت البغداد دزوها الاثار. نعم. جاب المعلومات، سالت زميلي كان والله يرحمه استاذ احمد مدير اثار الكوت، قال لي ابو جاسم هاي مال بوابه معسكر، اذا هاي معسكرات. الاسكندر المقدوني قال من الحله وفات الى بلاد فارس والهند من بدره. يعني هي ممر الدليل ممر المراقد الدينيه، اهل البيت كلهم دا ينتشرون
هذا الاتجاه. مال الحلة، خلينا موضوعنا مال الحلة، هي هاي اللقاء. اي هذا الاسكندر المقدوني تحرك شاب هو وبجيش واستقر يقال في الحلة. ولذلك العراق ليش ما يستقر؟ ليش ما يستقر؟ فبالليل جو هذه موثقة تاريخيا. قالوا له، قال شنو هالحركة والجعجعة السلاح والفوضى؟ جو القادة قالوا له الجيش ثار عليك. فالمستشارين قالوا شنو اللي تنصحوني به؟ قالوا له اطلع من هذه الارض، ارض فتن، العراق ارض حروب وفتن. فطلعوه سكن بهاي الجبال اللي احنا قلنا امتداد زاكروس ومنطقه عيلام اللي مقابل الى بدره، هذه دليل انه ممر عسكري، وهذه القطعه اثبتت معسكر موجود. ارجع لك استاذ سلام على الوثيقه اللي جابوها للرجل الاثار من اهل بدره وشخصية معروفة الله يرحمه أستاذ سعدون، فكنت مصاحبه رغم الفارق بالعمر مصادقه، وكان يروي لي هالحديث عن تاريخ وعن اكتشافاتهم، ومرة احكى لي حديث عن إرجاع النار إلى 16,000 سنة لورا بعد عظم مال هذه الآلة الموسيقية المطبق نقول لها، فحللوها البعثة البريطانية ففرحوا وقالوا النار مكتشفة قبل هذا التاريخ ب 16,000 سنة. هذه منطقة شمال الموصل، أثار الموصل حضر. فقال لي اللوحة، هذه اللوحة جابها إلي أحد الأشخاص من أهل بدرة، فقلت له روح سلمها، سلمها للدولة. فيقول انتهى، انقطع الحديث. اللوحة يقول ورد 6 أشهر وإذا بابي ينطرق حوالي ساعة بالوحدة، ساعة بالوحدة، وإذا أطلع وأشوف الله يرحمه من الناس المثقفين يعرفوه الأستاذ الدكتور فؤاد سفر، كان مدير الآثار اللي هو صديق أستاذ سعدون، مدير الآثار العام مال العراق، وياه 2 أجانب. يقول قعدتهم قلت لهم بالضيافة، وقال لي هذا السفير الألماني وهذا السفير الإيطالي، قال لي أستاذ سعدون هذه صور، أكو وثيقة طالعة من 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 طاقة العقر مهربة ماخذة طريقها إلى متحف اللوبر، ومصورينها ويردون يوقفون على العقر، وراح احكي لك سر هذه الوثيقه. انا اريد اثبت لك انه هذه من جصان وليغاد، هذه عباره عن بحر، بحر وغابه، ونبي الله ابراهيم بكل الوثائق التاريخيه نقلوا له حطب من الشويشة من هاي غابه، وكان ويوصفها ياقوت الحموي في معجم البلدان، في كتاب معجم البلدان، جاي في يوم شتاء، في يوم شتاء ومار بالليل رحلاتهم قبل على قوافل على الدواب، وما عندهم سيارات، فيوصف القمر والثلوج والغابات والوحوش اللي موجودة بهاي المنطقة، كان هذا جزء من البحر. هاي الوثيقة تعزز، قال لي تتذكر أستاذ هذول من إجوا السفير هذي، يقول حكالي فوق العقر رحنا، قلت لهم هاي المنطقه طبعا، قال لي هسه احكي لك قصه الوثقه، قال لي انت شفتها؟ قال لي، قلت له اي، وكنت اشك بها مزوره لانه اكو الناس المختصين بالتزوير موجوده من ذلك الوقت، وخصوصا في الناصريه يسوون اللوح من الطين يسموه راقم بلغه الاثار. فيقول كنت اشك انه هذا مزور، بس طالما حقيقة فكان وجه بالخط السومري، أستاذ سعدون يعرف السومرية؟ إيه، قال له هذه وثيقة تجارية بين السومريين الموجودين في العقر اللي هي في بدرة، وبين فراعنة في بالوجه الثاني بالخط الهيروغليفي، خط الرشيد، شلون تقابل المصريين تقابل العراق، الخط مالهم يسموه خط الرشيد، هم أشبه بالمسماري. فإذا وثيقة تجارية، إذا التجارة كانت تصل لأطراف جصان وتزودون بالبضائع وتزودون محاصيل غذائية وكذا وتجارة بين العراقيين القدامى في العقر وبين الفراعنة في مصر، بها حكم هذه الوثيقة. هذا بياسنا شغلة الوثيقة هذه، هذه قبل أقل شيء 7000 قصص هذا رواليها قبل بالضبط بالثمانينات، بالثمانينات من إجوا هذول من الخارج، اي تابعوها وصوروا المنطقة. نعم، اي هذه في الدليل انه اهمية بدرة اقتصاديا سياسيا عسكريا، عسكريا معسكرات دينيا، نشوف اكثر مراقب اهل البيت، هسه مقام الامام الرضا
أكثر الناس البسطاء يقول لك مقام علي، مقام علي، الإمام علي. هو مو الإمام علي، وإنما ممر لاستراحة، مكان استراح به لعبور الإمام الرضا. ونشوف هسه من تاخذ الطريق النعمانية وباتجاه بدرة واتجاه زرباطة كلها محطات استراحة لأهل البيت وأبنائهم. هسه تجي عبد الله صالح، مكان مقامات، نعم مقامات لهم سكن عبد الله صالح عليه السلام، ضريحة توفى هنا، عالم جليل في زمن المأمون، موجودين اكو من زمان تقريبا بسنة ال 200 للهجرة تقريبا، اي 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 بعد ال 200 للهجرة، بعدها بالزمن بالزمن العباسيين والامويين، بس هو مبينه العصر الاموي العصر العباسي اضطهاد اهل البيت، بدوا يفرون يفرون اتجاههم من بدره. هسه بجصان مو عندكم مراقد فيه؟ انما يلتحقون بالامام الرضا عليه، اي يلتحقون يروحون لولد الكاظم، اكثرهم ولد الكاظم، علي يثرب، ابن الحسن، شاه ابو الحسن، الامام الرضا يعتبر الاخ الكبير لهم، هو هو المعصوم اللي هو مسؤول عن 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 نسل آل البيت. حتى فاطمة المعصومة عليه السلام اي في قوم نفس الركب كانت هي، نعم يعني. فشوف بدرة، نعم صار لها لها سبق بالتاريخ، نعم حضارتها قديمة، مركز سومري العقر مثبت، ما عليه غبار هذا التثبيت. السبب ليش اخذت جوانب شرق وغرب العراق الحضارة القديمة هو البحر اللي موجود في وسط العراق، اللي قلت لك يبعد بحدود 35 عن بغداد، يعني شلون حوالي قريب من بسماية، قريب من الصويرة، بين الصويرة والبسماية هذا البحر اللي يثبت البحر، هاي المستنقعات، هاي الأهوار. استاذ اكو ارتباط بين بين تلة جصان وتلة بدرة؟ طبعا مراكز، هذه مراكز، مراكز إدارية، مراكز سلطة، مراكز قضاء. الظاهر كانت الحجم أصغر، لا بعد مرور الوقت، لا لا مو أصغر، أبدا مو أصغر، كانت كانوا الناس والأعداد السكان أكثر بكثير من 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 هسه، وارتفاعها أقل كان. إي ربما أشوف الارتفاع، يدفنون وناس يزوقع توقع البيوت والتجديد ويبنون فوقه والترك والكذا. هسه العقر لو ترجع له فعلا تلة، لكن لكن ما تجي بهالارتفاع. العقر يختلف، ذاك اثري، اثري. ها منين جمع هالارتفاع؟ جصان وبدر تراث، تراث بين الاثار والتراث. تجي اثاركم موجوده، تل برتاله اكو، نعم. تل وين معامل الطابوق؟ نعم ما متابعينه، اكو قسم من جصان، تل برتاله سامعين، هذا قريب الهور، تل الابيض، نعم. تل الابيض بمرزابات، لا مو مرزابات، نعم. لا 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 على طريق على طريق الهور، على التبليط، نعم. مقابيل الهور، كل المرتفعات الموجودة في بدر وجصان تلال ونقاط حماية للدولة، نقاط حماية معسكرات. فصار إذن من نتحدث عن بدر، الجانب التأسيس هنا لها أهدافها إدارية وأهداف دينية وأهداف اقتصادية وأهداف أهداف كثيرة، ناسها متضلعين بالثقافة وبالعلم وبالكذا سابقا والآن. موثقة استاذ بكتب رسمية هذه الأحاديث يعني؟ نعم هذا أنا هذا اللي رويت لك إياه، نعم. موثقات بشهود مو كتابة، نعم مو بكتابة، هذه هذه تندثر، لكن أكو إحياء لها المناطق اللي تشوفها هسه في بدرة، فمن جانب الآثار بدرة تسخر في آثار. لكن شنو شنو المشكلة اللي تصير؟ الآثار كأي جزء آخر من العراق أو أي كأي جانب آخر من العراق المهمل، انهملت آثار العراق وعرضة للنهب والسلب، يقتنون أشكال قطع. وأنا عجبني أحد الأشخاص، هو شرف إلي أجيب اسمه، خالد خميس للطوف، هذا رجل عسكري بيته بالعقر في ظهير للتل، بناء قديم، يقول شفت بيه قطع، جاب شوفني ياهن الصور مالتين، ثلاثة سومريات، منين عرفنا سومريات؟ من الخط السومري، راح سلمهن للآثار ثلاث قطع، وفي حين هاي من النوادر، وسووا لقاء ويا القناة الفضائية العراقية وصوروا، هذه هو محتفظ بتصاويرها. فبدرة زرباطة جصان كان لها الشأن يذكر، بعدين صارت بدرة الوقت الحاضر بعد العصر الملكي
لبعدها ولعزلتها عن الناس، وخلوها مركز بدرة وجصان وزرباطة يبعدون الناس اللي يقودون حركات تحررية، منهم القوم الشيوعيين الاشتراكيين. يقول كانت منفى، منفى يعتبروها منفى، وهذه فكرة خطأ كان في يتصورون يقتلون هذه الأفكار. هو صحيح أهم كانت هي منفى، بس هي ما يمنع بأنه ما يمنع من انتشار هذه الثقافة اللي وأثروا على الناس. الناس تحملوا بعدين وزرهم وتعرضوا للاضطهاد، ياما وخصوصا جصان حملوا هذا الفكر المتقدم والمتطور، الفكر الاشتراكي. نوقف هنا استاذ نختم. اي فنلاحظ تشتري بزر اهم ما تهتم ببدرة وجصان وزرباط النخيل، ومن افضل انواع النخيل بالعالم هي موجودة في هذه المنطقة. نعم استاذ. نخيل تتأسف هسه من تباوع خاوية ويابسة بس فقط جذوع وانتهت، إما نهايتها لأسباب كثيرة انتهت هذه البساتين، وفي من مقدمتها الجفاف، والسبب الثاني الورث. لما بستان 10 دونمات وراء 20-30 سنة 40 سنة يصير الوريثين إلى حدود 50-60 واحد، كل واحد بطيح له نخلتين ثلاثة فيهملوهن، يهملوا يصير مشاكل مشاكل كذا يهملوا، لا من يرضى يبيع لا ما تصير عملية معقدة. فهذه الدولة هي لازم تخلي قوانين تحمي بها هذه الشجرة المباركة النخلة. شنو المميزات ما نخلنا في بدرة وهي أكو نفس الأنواع بباقي المدن العربية؟ هذه أكو عنصر يعني يلعبون في جودة، مو فقط الطعم لكل الفواكه، مو فقط التمر. نعم. مو فقط التمر، هذه تركيبة المياه. نعم. طبيعته وطبيعة التربة وتكويناته، لأنه هي جزء من نهايات سفح زاكروس. هذه التربة تختلف عن الوسط والجنوب والمناطق الأخرى. هسه تقريب الكيمياوي وحد أطعمة الفواكه وفقدها الجانب الطعم الطبيعي لها. شوف التمور بدرة لزوجتها أكثر من باقي التمور والحمزة. وأخذوا كثير من فسائل نخيل بدرة ونشروها حتى وصلت للإمارات. أكثر هسه بحدود، أنا صديقي تاجر مال النخيل، صدر بحدود 6000، صدر 6000 فسيلة إلى الإمارات. هذا أحكي لك بالثمانينات، والإمارات يستخدمون الطريقة العلمية في تكاثرة. لا والله نجحوا، ماكو شيء ما ينجح. رب الإمارات شو يسوون؟ الحبار يسوون يكثروه طبيعي ويطيروه، ماكو شيء بالعلم. لعد الله من علم الإنسان ما لم يعلم، غير خلاه يطور حياة الإنسان ويطير. 5 سنوات تموت النخلة. هذه مو حقيقة، مو حقيقة، مو حقيقة، هذا تكاثر. الموضوع مال جودة التمور اللي الجودة، فأساس الجودة سببها المياه وتركيبة التربة. نعم. العناصر الموجودة بالتربة مو موجودة بكل مكان. هي المياه مالتها تعتبر بها نوع من المجهوجة والملوحة. لا بيها هو أكثر شيء بيها نسب معادن كبريت. نعم. هسه شوف مي القلال، شوف بمروره مال الكبريت، فيكون افضل انتاج للخضر هو مال بدره، وبتقدم نوع من انواع الخضر مثل الخيار، خيار بدره يسموه. نعم. هذا ما موجود بكل العراق، يقال انه في كركوك من خيار طعم. مو بس طعم، وشكلا ونوعيه ما موجوده، مو مثل خيار الماي وغيره. نعم. تجي الطماطه مالتهم لها طعم خاص، الباذنجان، كل الخضر والفواكه. هذا قلال بدرة. هذا قلال بدرة، شوف هي تقع، هم الناس القدامى من يردون يسكنون، ما عندهم غير الزراعة. ترى الحضارة البشرية ككل بالعالم انبنت على أكتاف الزراعة، حرفة الزراعة. ما عندهم غير الزراعة. وتطورت واستقرت المدن وصارت مدن وصارت دويلات على اساس زراعه. فهذا القلال عملاق، هذا كان
يجي يجيب المياه من الجبال، جبال زاكروس، ويصل الى هورشويتش، ومن هناك بعدين بدا يهدد الكوت نتيجة الترسبات اللي حكيت لك، قلت لك اكثر الاهوار بدأت تترسب. نعم. تترسب هذا هورشويتش، احنا بالستينات لاحقين عليه بالعشرين متر الغمق ماله، هسه ترسب صار بارتفاع مع السدة، مع سدة الكود. هذه اذا مصور في هذه المنطقة عثرنا على هاي الصخرة الكبيرة اللي هي بوابة للمعسكر. بعد ال ايه الزود ايه. فالعقر التحليلات اكثرها شلون انتهت هاي الحضارة واتجهوا الى هذا الصوب المرتفع. هذا القلال كل ما ينشحن بالمياه وتجي السيول القديمة من يضرب البساتين يروح باتجاه انحدار العقر. فصاحبة في احد في السنوات القديمة انه هم ما مهيئين للزود، مطر لمدة 10 أيام او اسبوع فاضت المنطقة من ما فاضت عندنا بالتسعينات، مو فاضت غرقت وجصان وبدرة وقراها. فهذول طوقهم العقر، والدليل شنو؟ انه المياه كل اثارهم وقبورهم كذا بنفس مكانها، لكن ما شملها عطف الدوله، هذه الدوله للتنقيب، يعني ما جت حملات تنقيبيه للعقر اللي تصبح مصدر رزق مو فقط لبدره، لواسط وللعراق. ما تنقبت، يعني عندنا بحدود ال 24 موقع اثري في بدره وجصان وزرباطي تهملها، هملتها الدوله. متى تاتي الدوله اللي تهتم بالاثار؟ حافر مال تكرم الدابه مال عيسى يحتفلون بها بالقدس مت كذا ويزوروها، احنا هاي اثار اجدادنا ومصدر هويه العراق. العراق اقدم حضاره ونفتخر ودائما نتباكى على الأطلال، احنا الحضارة واهل التاريخ واهل ملحمة القامش واهل الشعر واهل لكن هذه نتيجة العراق، هذا جزء من الخراب اللي شمل العراق، انشملت هذه المنطقة المهمة بدرة اللي نسبة الفقر عالية ومياه ما متوفرة، مياه الجوفية ما منظمة لها، ما تهتم الدولة بها، ما تبني السدود، ما تبني خزن للمياه يعني ما انا حكيت لك قلت يذبون العاهل على عاتق ايران، ايران هم شعب يريد مصلحة بلاده من الجانب الزراعي. فما نهمل هذا الماء يجي يكفي مال 5 سنوات ري لو يتجمع ويصير بحيرة. فانتهت هسه بقت شنو؟ صار مصدر رزق، ورزق سبب مشاكل كثيرة للمدينة، هو المنفذ الحدودي. والمنفذ الحدودي وما أدراك ما المنفذ الحدودي، ومشاكله وما يحصل منه من أمور غير رسمية هذا المنفذ، واللي استفادينا من المنفذ دمروا كل شوارعنا بالحمولات الغير طبيعية للوريات. على مدار 17 سنة هو سايد واحد، سايد واحد وبينما هذا يربطنا بدولة وإن صلات وياهم صلات دينية. هذا الضحايا من الطلاب والمواطنين، ما هاي الضحايا والخسائر دائما نستنزف بشرنا بهذا الطريق، والسبب هم جزء من السبب مو كل السبب، سبب الدولة اللي ترعى وترعى الطريق وترعى الكذا. ف اذا صار عملها مدن، هذه المدن الحدوديه تكون سياحيه مناخها جيد، يعني مناخها طيب. نشوف قبل اهل بدره يستخدمون هذا البناء المرتفع ويخلون يسموه بادقير، فتحات عاليه تسحب بالليل يبرد الجو، وهذه التنق البستوقات يستخدموها لترطيب المي، نسميها رازونه وشباك. لا الرازونه يعني كفتحات تهوية، لا فتحات تهوية من السقف تطلع بارتفاع، نسميها شنبور مجصر. شنبور فهذه فد نبذه عن سكانها. سكانها طبعا يجيدون قسم منهم اللغه الكرديه لانه متاخمه للحدود، واكثر بدره وجصان وزرباطه ناس قوميه عربيه واخوانهم متالفين وياهم، اللي ماكو فرق بين العرب
والكراد ويساهمون، لكن متى انه الفرد في بذره والفلاح في بذره والموظف في بذره يحصل على حقوقه، هذه اللهم انت تعلم وتدري. مع مو لا انا ولا انت شلون الانظمه تسير. ليش؟ لانه انا احكي لك عن تاريخ العراق، مسرح وميدان للصراعات والحروب، وهذا 28 وهذا الاحتلال الاخير الامريكي 28 احتلال. طبعا كل احتلال كل احتلال هو يدمر البلد، هاي دمر مثل ما المغول والتتار وغيرهم من الاقوام اللي تعاقبت والعثمانيين تعاقبت على العراق. هذه فد احنا متحملين هاي الاجيال واجيالنا اللي راح تجي تتحمل اثار هذا الدمار، دمار الحياة الاقتصادية. هسه لو منظمة زراعيا ممكن تكون تعرف انت الحبوب وين كانوا يصدروها؟ بدر جستان وزرباطية يصدروها للعمارة، تكون قريبة من 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 الشاط وينقلوها للبحر تروح للخليج. هذه الستينات بالآلات البسيطة والفدان الجرار الخشبي وبالخيل يكربون وينطون إنتاج بالمسنية بالمنجل البدائي ويصدرون الحبوب. وهسه شوف بدرة مهملة تخلو من الخضار أصلاً. إيه إيه تخلو وهذا وايد سنين العجاف اللي تمر عليها العراق. ما أنا بالنسبة لي للجانب التاريخي هذه هي واقع بدرة ومكانتها بالعراق ووجودها من أقدم المناطق في العراق، بدليل ماكو منطقة في وسط وجنوب العراق ينحسب حسابها. وقلت لك الكوت هو بانيها الحجاج قبل 800 و900 سنة، مو قديم، بينما هاي 7500 سنة تاريخ. وإحنا في مكان الشريان الطبيعي للحياة في بدرة وجصان هو قلال بدرة. للعلم أكثر الناس تجهل، إحنا في منطقة يطلق عليها جغرافيا البيدمونت، أي مقدمة جبال. إحنا هذا الخط جبال زاكروت، والأرض تبدي بالانحدار من الجبال وتقع بارتفاع 90 متر عن الكود بدرة جصان. تجي الحالة اللي تنعش الحياة الاقتصادية بجصان وبدرة وصارت زراعية بحكم القلال اللي يطلق عليه اسم قلال كنجاجم اللي مياها من إيران. الطبيعة بدأت تقسى، وهاي العصور التاريخية مقسمة منها عصور جليدية وعصور حرارية. احنا باتجاه العصور الحرارية والجفاف، هذه لازم كل واعي وكل انسان يعرف. هذا جانب البيئة الطبيعة، انه الجفاف اللي صار الجفاف اللي دا يصير تهتم إيران، الدولة الإسلامية الإيرانية تهتم ببلدها زراعيا، فبنت سدود بحكم خزن هذه المياه اللي تنجرف علينا بالعراق. زين، نرجع على الجانب العراقي. الجانب العراقي ليش ما يهتمون مثل ما تهتم الدولة الإسلامية؟ ليش ما تهتم مياه تخزن هذه المياه الفائضة؟ عندنا أفضل خزان للمياه هورشويتشة، يخزنها يغذي لك الوسط والجنوب. احنا في بدرة مشاريع، واحنا سواقفين على مشروع كان يصورون الناس هذا المشروع، يصورون بحيرة وخزن مياه، وهذه فكرة خطأ. ومن من من باب الصدف اللي هذا المشروع مقترح ضمن خرائط الري بالعراق من 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 سنة الستينات زمن عبد الكريم قاسم، هاي مخطط إليه وتنفذ لقبل 10 سنوات بالسقوط، واللي نفذ أيضا كان صديق إلي الله يرحمه مهندس رشيد اللي صديق من أعز أصدقائي المرحوم سيد صاحب سيد محسن العاملي. هذا تنفذ، السبب شنو؟ الجريمة الكبرى المتنفذين في زمن صدام وذاك كل وقت بنوا معاملهم، معامل الحصو في وسط مجرى القلال في وادي القلال وقريب من المدينة. زين، تجي كل واحد يفهم الري، 3 أقسام للري: ري تسيح وبالواسطة والديم. الديم هذه المناطق المطرية، الموصل، كركوك، ما شنو، ماكو أنهار، هو على المطر. تجي احنا اما احنا في بدرة وجصان
احنا مصدر رزقنا هذا القلال. فمعامل الحصو هبطت مستوى القلال نزلتها الى 20 متر. زين نظام الرئيسي اي مجرى النهر اعلى من الاراضي المجاوره، فانهار تصير تاخذ ميها من المجرى. استاذ نوقف من المجرى، يعني برايك المعامل مال الحصو والمقالع يعني اثرت دمرت وقفت شلت ابره مال شلون مسمومه في جسد بدر وجصان شلت غلط بالعشرين 20-30 معمل حصو ياخذ وينتزع هذا الحصو يبيعوه وينسون انه هذا دا ينخفض مستوى الماء ينخفض على نسبه اثر بالضبط مش شكر استاذ سلام ياثر على مستوى هاي وحده الدوله ما عالجتها لانه ذولاك اصحاب نفوذ اهل المعامل وكان الناس طيبين اهل بدر وجصان والا شلون يبنون بنص الولايه على مصدر رزقهم على انهار يجون من اطراف العراق وكلهم صح عراقيين لكن مضرين للحياه الاقتصاديه مدمرين دمر اقتصادنا فنزل هذا المشروع الفلاح اي فلاح يسمع البرنامج مثل السكر نهر سكر يريد يرفع نظام سياح يحطون سووا بس الخطا اللي صار نسوا المهندسين انه هذا غريان وارضها تجيب بذور الطرفه والغراب والكذا والسد الكونكريتي اللي قطع بالقلال عالي فقام تغرق الاراضي المجاوره بتصعد المياه الى الى الى, إلى البساتين والكذا المأساة اللي تشوفها تشوف بساتين بذره اللي باعها وجود بذرة اللي هي وجصان محطة لدولة سومرية وكل الآثار إن شاء الله من نجي على الجانب الآثار نتحدث لك السؤال مالنا عن المياه الموجودة المياه فاللي يقال إنه أكثر ما الناس ولأهداف على أبو إيران قطعة المي فعلا إيران مهتمة ببلدها إيران صنعت سدود من العراق وجف المياه جف بالصيف هو جفاف وبعدين عندهم سدود يخزنون لأراضيهم الواسعة إيران قارة أيضا يفكرون ما عندهم أنهار زين إحنا ليش ما نظمنا دجلة والفرات ليش مو زين هاي المشاريع للري تعرف كلها اللي هو تخطيط في زمن عبد الكريم نفذها مهندس يهودي أحمد سوسة عالم من أهل الحلة استشيع بالثلاثينات كل هاي المشاريع مسدة الكوت اللي نفذتها شركة بريطانية السرسة أحمد سوسة عالم بالري من أهل الحلة ومن المفارقات العجيبة كذا زوي كمل دكتوراه بال 38 لأمريكا زوجته أمريكية يهودي فقالت أنا بعد ما أقدر أعيش بالعراق ما أرجع وأنت صرت استسلمت فما ارجع وعندي طفل، الطفل سماه عباس. قال له شنو اللي تردينه؟ قالت له اما تبقى انا بامريكا واما قال والله بلدي ونشأتي ولادتي في الحله ما اترك. قال له هذا فراق بيني وبينك، اما الولد قالت له الولد انت حر فيه، انت ابوه. فجاب عباس وتسلموا اهل الحله الان يملون له تمثال في 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 بابل. شوف هاي المشاريع اللي كل المشاريع الري وعنده موسوعة عن الري في العراق أحمد سوس هاي يجهلوها الناس فما طاح هذا الوادي وهذا المجرى العظيم العملاق بيد ناس هسه بلد بيد ناس مثل أحمد سوس ها خوش هذا هاي مقارنة حلوة زين طاقات العراقيين طاقات لا تعد في كل المجالات وبالذات من بدر وجصان تيجي على مدينتي واللي اعزها واحترمها واهلها اهلي جصان ادباء من جصان شعراء من جصان قاده من جصان وذكرت لك رئيس وزراء فاضل جمالي من جصان المتزوج بنت جواهري من جصان علماء تيجي بدر كثر منهم هسه كتاب ولو توفى هشام الركابي وعبد الخالق الركابي ومذيعين من اجود واجمل المذيعين رشد عبد الصاحب وهم هم خوالات جصاصنا للعلم والاطلاع فطاقه بها ادباء بها شعراء فمنطقه زاخره لكن
لكن قبل النظرة عن بدرة وجصان أنه ينسون أنه مدينة متطورة حضارية، يقول لك هذه منفى بدرة وجصان، لأنه كانوا يدزون القيادات السياسية في ذلك الوقت المناضل للحكم من الشيوعية القوميين حتى البعثين. حتى البحثين. أستاذ خلينا موضوعنا بحثنا، موضوعنا جاي نمشي على هذا الموضوع. نعم، فهذا السد. أنا الحلول، الحلول اللي تنجح دولة ما مهتمة بالاقتصاد لسبب أو لآخر، أكو أسباب أنا ما أريد أقول لك إياها والذكي يعرفها، مشتركة الأسباب سياسية. هذا المجرى، هذا عندنا خزين بالعراق، خزين مال مي. الأنجح شيء 10 آبار عملاقة تنفتح في هذا المجرى وتنذب باستمرار صيف شتاء أكو مي، ويكفي البساتين ويكفي الزراعة. آبار هذه الطريقة المثلى. الغرب بيش يعالج النقص في المياه الزراعة؟ بيش رين تو سيل، المطر للبيع، يبيعون مطر، يسوون غيم وطائرات ويزودوا بالهيدروجين وتغيم وتمطر. هذه كلها شوف راح اقول لك خيي تشوف. اي نكمل انا وياك. المياه الجوفيه هاي تمر بطبقات لا انت تشوفها ولا انا اشوفها، بس الجيولوجيين هسه مديريه المياه الجوفيه تعرف كل منطقه وما هو مقدار المي وما هي كميه المي والمي العذب عن غير العذب، تعرف هاي لان تصويرها جوي مسح. ها لازم يعرفون، لازم يعرفون. بعدين انت من تمسك المادة الاساسية، انت يجيبون لك شوربة الصبح، مو مادة الشوربة موجودة لكن مالحة، ها ماي ملي لا قصدي اذا مالحة تخففها، اذا مو مالحة تقلب الطن شوي. فالمي من يظهر التطور ايران، انا شايف ايران وطابلها واحبها وبلد جدا استقر بيه. شوف هذا هنا ولو ارجع للفكره، الفكره مال شلون نعالج هالمشكله. اي هسه بس هذا شوف، هذا جزء من الماي اللي يجي من الرشح من المياه الجوفيه في مجرى القلال، يروح كميه لا باس فيها من المي. هكذا هذا بنوا السد اللي هو بالعربي نقول له السكر، حتى يرفع رفع الماي قام يزود هذا النهر للصوره. هذا النهر عليه زراعه وعليه كذا من الناس صوره. اي ها شوف هذا، وبالضفة الاخرى المقابله لعد البساتين. فحجز المياه اللي تنحدر من ايران والمياه اللي الجوفيه اللي تظهر على شكل عيون، وكميات لا باس بها، بس طبعا بالصيف تقل تنتهي. اي فانا كلامي معالجة الجفاف. معالجة الجفاف اقامة مشاريع للري بالواسطة. مو قلت لك الكرة السياح، السياح هذا رفعه هسه الماء قام يروح على الاراضي المنخفضة. كم ان هاي الري بالواسطة؟ اي الري بالواسطة. فمن تصير مشاريع، انا شاءت الصدف انه التقيت ويا مهندس مدير يشرف على مديرية الزراعة في واسط، مهندس اللي ما عرفه من كذب وياه. لك ما عرفه. اي فالتقيت وياه بعد فترة الاحتلال، شو تسميه هذا العصر الحلو العصر اللي طور العراق وزراعة العراق. العراق بلد زراعي، اذا ما يجي واحد يهتم بزراعة العراق يعني هسه هاي بذرة. هذا الحصول للثورة هو هذا منبع خير ومصدر خير لكل العراق. هذا الحجر بهاي الجبل كل شيء بيها، هذا الحطب، هذا القصب البردي، كلها منابع خير. فنرجع الأبر، إذا طلعت المي إذا بيه كبريت يصير العلم الحديث ما يقدر يعالج الكبريت، بالعكس أكو محاصيل خضر العنصر الأساسي لخصوبتها والعنصر الأساسي لنجاح الناتج مثل الطماطة الكبريت. وحتى
حتى يعطي طعم خاص نكهه للركب. اما تجي الخضروات، تمر بدر ليش مشهور بالعالم؟ تسه من تشوف هذه النخيل الخاويه من كسره اللي هي لها منزله في النخله، لها منزله في حياه الناس وحياه المسلمين وحياه اهل البيت، ويوصفوها بعماتكم النخيل. تجي هسه لو انت مصور 100% المستاذين محترقه ورايحه ويابسه. السبب الدوله لو تفتح بكل بستان تزود بير ارتوازي على حجم بستانه، وكهرباء موجوده ويزقي ما يموت البستان. ظلوا ينتظرون هذا السد، هذا اللي يسمونه سد بدر، هو مو سد، هو عن حاجز سكر، حاجز يرفع المياه لمقدمة النهر حتى يوزعها على الانهار. حتى صارت الفكرة واضحة. هذا بس هذا شنو راح حتى انت تشوف انسد الطمى والغريان والاشجار راح ترفع المياه. اذا تجي السيل قوي يغرق المنطقة. يعني الصيانة صيانة وتنظيف سنوية باستمرار، قطع الأشجار، رواسب كذا. وقلت لك السد لازم، هذا السد الكونكريت اللي شفته هذا لازم ينزل بعد، لأنه من ينزل فد نص متر يفرق ايش قد مياه تجي بأيام السيل. شايفيها هذا الماي من 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 ولدنا كان أحد القادة بهذه الظروف. سأله ضابط بريطاني، قال له جدي كان بالحرب العالمية، سألني عن العراق، قال العراق بعدهم دجلة والفرات يذبوهن بالبحار؟ قال له إيه، اللي هو هذا القائد من منطقتنا. يقول قال له اللي هو الضابط الجايب من بريطانيا عدل مشارك بالحرب العالمية، يسأل ابنه بالضابط بالبصرة بالبحر. قال له بعدهم العراقيين، قال له ما يصير براسهم خير. قال هذا بلد وحيد بالعالم عنده مياه ما يستفاد منه ومي عذب ومي كذا، المفروض يقنن يوزع على طول ما طول انحداره ويا مجراهن، وحرامات ومصدر هو المي بس فقط للزراعه. السياحه هسه بذره محط انظار، تدري وصلوا العام الفوق من 1,000,000 سائح لمنظرها، مكانتها، راحتها. هذا كله توقف من الالغام باقي لحد اما الالغام انت لا تحكي، احنا تدري ليش؟ تدري الالغام؟ الالغام لا تطرقني الى حديث اخرى. خلينا بالموضوع. تدري ليش؟ اقول لك اياها حتى تسدها. اكو اطراف ما تقبل الالغام تنظف. واحنا من ضمن الخسرانين بالالغام، عندنا ارض 5,000 دونم ذيك حقولها، وعلى طول الخط ما تتنظف. انا اقول لك ما تتنظف. هذه من تصير منطقة متطورة وزراعية وكذا، يعني قد اكو طرف يخسر من هالعملية. هذا هو، ماكو قيادة تهتم ببلدك يا عزيزي. عزيزي استاذ سلام، انت شاهدت مجرى القلال وشفت اهميته وعلى الحياة الاقتصادية، وهذا في الموضوع يعلم كل انسان الى جذور تاريخية بارضه وبلده والزراعة. الزراعة ما تنتهي، لازم احنا كبلد زراعي نطور. تدري احنا بالستينات من كانت الآلة البدائية كنا نصدر الحنطة والشعير والتمن والمخضر وكذا، هسه ماكو حاجة ما نستوردها. السبب ما نعرف احنا الفلاح هذا المسكين اللي متمسك بارضه ودا يموت جوع الضجور. زين الدوله رادت تعالج، انا اتحدث لك فيما يخصنا حياتنا اللي جزء من اقتصاد العراق. الزراعه المهمه اللي بذره وجصان كانت تعطي افضل انواع التمور وافضل انواع الفواكه والخضروات شتويه وصيفيه، بالاضافه للحنطه والشعير. زين انتو دوله ما خلت الحكومات السابقه خلت علاجات هاي المشاريع. هذا مشروع ري الدبوني البدر وجصان، مشروع ناجح مخطط إليه من الستينات، لكن وتنفذ، لكن الدين ضعف، الحلال والحرام ما نوجد. زين كل العالم يعرف انه هذا المشروع البدر وجصان
المفروض الدولة مسؤولة عن حماية وإيصال الماء إلى كل الأراضي الزراعية في زرباطية وبدرة وجصان، لكن نروح شوف السرقات المي وكلهم مسؤولين وكلهم مدعون ذوات. أنا أتذكر في زمن صدام زرعوا عليه شلب، وصلت الصدام هذه القصة طلع شفلات مسح الشلب. سمعنا بها هاي القصة. هاي قصة مشهورة. يعني قال أنتوا تستغلون مي العالم وظلم صدام. زين هسه ما شاء الله ونهوس. ماكو ولي إلا علي والريض قاد جعفري. هسه وين القاد جعفري؟ هذا المي دين باق. زين أنتوا ليش ما فكرتوا تخلون في انابيب مغطاة ما ينكسر وعليها حراسات شديدة واصل المي للعالم اللي احنا في عزلة، لانه احنا منطقة تقريبا معزولة عن دجلة والفرات. احنا اكتفاء ذاتي، احنا بذاك الوقت نطي مي. زين ابار ماكو، ليش انتم ما تحفرون ابار ارتوازية في وادي القلال وتجهزون ابار ضخمة عملاقة تعوض هذا النقص بأيام الصيف اللي نسميها أيام الصيهود. الصيهود يعني انخفاض مستوى النار إلى أقل درجة في الوادي، هاي بالصيف في الأشهر الحارة جدا. زين هاي ما تكون وجدت، هذه الطريقة من وجدت حماية للمي اللي وصل بدر. الله يساعدهم وين يروحون، راح تكسر مقابلها الجريمة، لأنه ابن العامل والفلاح ما متمكن اقتصاديا، يريد يعيش ويشوف التطور ويشوف الشباب ويريد يصرف، فانحرفوا كثير من الناس على مستوى العراق مو على مستوى المنطقة. احنا اقل الناس انحرافا من كل الشعب العراقي بدر وجصان، لانه شي تعرف شي، والواحد مسؤول على المنطقة مالته كلها واكثر المشاكل يتلاقوها اهاليها وكبارها. فهذا يا عزيزي الدولة ما مهتمة، وين مهتمة ما تعرف. زين النفط يخلص، الحديد يخلص، المعادن تخلص، الكبريت يخلص، كلها تبقى الزراعة. إذا ما اهتمت بالزراعة أنت هسه هذا أنت جنابك رحت يمكن صورت البساتين، هالجذوع الخاوية، النخلة هي فائدة وحدة بيها، هم تظلل على الأشجار، هم تعطيك كرب للنار، هم تعطيك ليفي تحاك من أشياء، هم تعطيك الخوص وجمالية وأسرة والجفاف ما ينتهي إذا ما تتشجر المنطقة. وأرض السوات هي ذكرت أرض السوات. زاد لك كثرة. فهذا عزيزي الدولة إذا ما تقوم بالدولة، وأحكي لك أختم حديثي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. فزت جمهورية إيران على صديق عزيز علي عنده مزرعة، ما كان عنده مزارع بشي. قلت له اسمه محسن، قلت له محسن ليش مزارعها وقريب من إيلام، بين إيلام ومهران، قلت له ليش مزارع؟ قال والله إمكانية ما عندي. ورا 4 سنين رحت هم عبرت، رحت زرته شفتها مزرعة تزهي كهرباء مي. طبعا الآبار هناك آبار عجيبة مخروطية مو مثل آبارنا، والمي على القياس اللي يريد الفلاح. قلت له محسن شو تقول ما عندي هذه مزرعة وكهرباء؟ قال لي والله الدولة. قلت له الدولة شلون؟ قال لي الدولة هي حفرت وهي كربت وهي بذرت وهو يقف وياه للتسويق وياخذ من التسويق وطول السيارة. هذا الحكي، هذه القيادة اللي تريد تهتم بشعبها. احنا مكيفين يبوقون لفندية عمله، كل عراقي يقدر يبوق، لكن كفاح الانسان وخصوصا بدر وجصان وزرباطية ناسها الضرير يشتغل، الضرير اللي ما عنده نظر يشتغل ما يمد ايده على احد. هاي احكي لك هاي الطرفة الحلوة، كانت حاجة قبل 4-5 سنوات في هذا الوقت، فاريد اشتريها من صديق جصان. قلت له اوقف لي على الطريق، انا فايت من بدر للكوت، اوقف لي وصديق الاخ عندي واقف، وقفنا لقيناه عرض للحاجة، حاجة بسيطة هيك. فصاحبي انزعج قال لي اطلع 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 لا توقف له، هو مسلم علينا ديح شوية. قلت له ليش نطلع؟ قال احنا بدرة كنا وعشائرنا اعمى من جصان ما غلبنا حجي ناصر. تريد هذا عينك كل هالقد هالقد ضحكنا. فشوف يعني دليل كلامي، هالناس اللي كانوا يطلعون هذا التراب يحولوه الى رزق وخير وكذا. زين العراق اذا انتهى النفط خدين باقي النفط، كل الدول المشتركة تتبوق. شنو اللي حاطين بجيوبنا؟ صار 60 وصار 100 و200 كيف هاي مثل ابو اوكرانيا. قال احنا الحصار الاقتصادي شي يفيدنا بهاي الحروب؟
حاصروا روسيا واحنا نبونا راح يحتلون. اعترفوا انه امريكا ما تفيد الشعوب ولا هل الانسان هذا الطفل يقاوم ضد الدولة قوية ما يحسب حساب انه شلون يعيش السياسة المستقلة. يروح بالوطن العربي يشوف ابو عمان سلطنة عمان ما تدخل بكل مشكلة شعبه عايش ومترف وكذا. واحنا الدور وهسه الحرب الروسية هم ترجع اقتصاديا علينا الدليل ارتفاع اسعار بينت. هذا انا بالنسبة لي في هذا الجانب استاذ سلام حبيبي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني الأعزاء احنا من قضاء بدرة أهلنا وإخوتنا ولقائنا اليوم مع الأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ محمد عبد الحسن الله يحفظه وينطيه الصحة والعافية وناخذ من عنده معلومات عن التراث عن الماضي وعن الحاضر إن شاء الله وواقع العراق وهواي كثير من المواضيع السياسية. أهلا ومرحبا بك أستاذ سلام. يا مية هلا في بدرة في أجمل مدينتين في 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 العراق هي بدرة وجصان بأهلها بناسها. أنا محمد عبد الحسن نصيف الشاطي اللامي الطعاني. إحنا نشأنا في قرية مقابل قضاء مهران لأنه هاي أرضنا وأرض أجدادنا أرضنا الطابو إحنا نشأنا بيها. قوة العشيرة قبل كانت تحصل على إنجازات من الدولة بالداعي وحتى في بدرة وبالجصان وبالذات الجانب التعليمي الملكية. فكنا من الشيء اللي كسبناه من تلك العصور بالثلاثينات حصلنا على مدرسة ابتدائية إذا صار أكو وعي بالقرية وكلهم متعلمين. السنة اللي انشأت بها المدرسة بقرية 1934 الابتدائية لحد الرابع ابتدائي وتخرجوا جيل كبير واللي ما متخرج الراعي الفلاح العامل وعنده أقل شيء رابع ابتدائي إذا مو ثالث ابتدائي. طعان اسم جدنا. جدنا اجى سكن وبالمنطقة جدنا السابع هو سكن بهاي المنطقة أهلنا هي باسمه طابو ومقابيل ويفصلنا عن الجمهورية الإسلامية فقط القلال احنا وإن علاقات طيبة ويا الجانبين. فنشأنا انا مواليدي 1950 من كنت من ضمن الطلبة اللي في مرحلة او تقييم لنفسي كنت بدراسة جيد او جيد جدا يعني متميز بحيث اكملت المدرسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية لحد الخامس الثانوي ما كان سادس هاي 66. كملت الابتدائية للرابع في قريتي طعان. انتقلنا الى ناحية مركز زرباطية اللي هي الناحية احنا تابعين لها تبعد 7 كيلو مترات عن القرية. كملت خامس سادس ابتدائي انتقلنا والدي كان مش تعبان علينا يتابعنا بشكل لأغراض الدراسة. احنا 6 اخوة ستتنا وصلنا بتلك الظروف الصعبة وصلنا. فاحنا رحنا انا وعندي اخ اكبر مني كان مدرس الله يرحمه مدرس انجليزي. فكملنا لحد 65 66 نجحنا من السادس اعدادي الخامس اعدادي ما كان اكو سادس ادبي. قدمنا للجامعة انقبلت انا في الاداب اختاريت قسم الجغرافيا في بغداد. كملت 4 سنين اول ما رجعت تعينت في اعز منطقة اللي في حياتي هي واهلها وناسها جصان. تعينت التعيين لانه صارت وياها عسكرية وتأخير سنة بالتعيين بال74 تعينت في جصان. بقيت سنة وكسبت كل الناس بهذه المدينة الجميلة اللي هي مدينة مجاهدة مكافحة يتسمون اهالي جصان بالطرفة والنكتة وحتى الفقير اللي ما عنده عشاء يحب يضحك وماخذ الحياة مو من باب الجد 100%. فشوف مريحين ما شايل هم لهاي الدنيا. وبعدين رجعت الى بدرة بال75 بنفس متوسطة جصان متوسطة جصان. بقيت سنة نقلت البدرة بقيت بيها لل86 بالحرب فترة الحرب كلها
لما بدأ الأمور ساءت وصار قصف بالمدن وكذا انتقلنا إلى الكوت. الكوت راحت أهم اللي منطقة فقيرة اختارتها زويرجات. من 86 لحد انتهاء الحرب 88-89 رجعت كلفوني بإدارة المدرسة. إدارة المدرسة 86؟ لا من رجعنا من أنا داومت في زويرجات بثانوية التأميم ورجعت لعد بدرة بقيت مدير إعداد ثانوية كاملة علمي وأدبي ومتوسطة. بقيت من 89 مدير بيه بعد انتهاء الحرب إلى 2012، وهذا في الدليل إنه يعرفون كل الناس اللي في منطقتي إنه أنا ما عندي أي هدف سياسي وما مقترب من أي جانب سياسي. الكل منطقة أحبهم، كل السياسيين أحترمهم وأحبهم. لذلك اشتغلت 20 سنة مدير إعدادية، ضحيت وقدمت وراضي ولو بنسبة مو هواية عن نفسي في إدارة المدرسة، بس كنت أديرها بنظام ما أتصور مدير يقدر إعدادية 20 سنة ويا هالعمائل العفاريت ويا الحيتان ويا الكذا. فكنت ما أخاف يعني أتصرف في زمن صدام وفي هذا الوقت لحماية الطالب لو حتى لو أسيء لنفسي. فمن يدخل باب الثانوية خلاص هذا طالب، ما يفرق فلان عن ابن فلان عن ابني عن ابن أخوي عن كذا. فالطلاب كلهم شديد في داخل المدرسة صديق لكل العوائل من أطلع خارج أروقة المدرسة. فقدمنا جيل عظيم مهندسين وأطباء وكوادر متقدمة عسكريين وصلوا قادة كلها من جو إيدينا ويحترمونا ولا زال. هذا دليل إنه كانت العملية التربوية تهتم بالإنسان اللي عنده إمكانية ويقدر يدير. ورغم كانت مشاكل ويا مقر المديرية لأنه هم يردون أشياء ما كنت أنفذها لهم، أنفذ اللي في ذي مدينتي ولو يكون مهما يكون مستوى. فكنت أدير المدرسة بقناعتي واللي يخدم العملية التربوية. هذا جانب. وصلت بحكم العمر 63 طلعت تقاعد. طلعت تقاعد ايضا ما فكرت اخرج من بدر وجصان، ما اخرج لانه هي ولايتي ومنطقتي واحب الناس وحياتي بسيطه وتحبني الناس ايضا واصدقائي كثر في كل العراق مو فقط بدر وجصان وزرباطه والكوت ويحترموني. ومن مفارقات الحياه اختاروني في قبل هذه الدوره للترشيح على مجلس النواب. أنا ما مقتنع لآخر يوم والحمد لله ما صارت. قلت لهم لو أصير أفقد كل أصدقائي، لكن هسا أنا مشي بشارع التلميذ يسلم علي كذا. هسا أنا شوية عتب على العملية التربوية. ترى اللي يسوي العملية التربية الناس الأسس الأساسية الحقيقية بالعملية المعلم والمدرس هو المسؤول. ما لا ينتظر من الدولة تطي أو الدولة تراعي أو الدولة والذب الكرة بساحة الطالب. الطالب عجينة، طالب عجينة. أنت ليش إذا تأدي عملك ليش تخاف من الطالب؟ أستاذ نتوقف على مرحلة الوقت اللي ترشحت فيه الانتخابات البرلمانية. نعم تفضل. شنو كانت الرؤية المستقبلية بالنسبة لك يعني للعراق؟ إما سؤالك أستاذ سلام على الترشيح، أنا بعيد عن السياسة. صارت اتفاق بين 8 أحزاب سياسية أنه هدفهم هدف قائمة ماخذ الصيت السائرون وعريضة وأهدافها عريضة الإصلاح والفساد والكذا. لكن هذا حلم لأنه الحيتان الموجودين لا يسمحون أنه العراق في يوم من الأيام يتطور. كل عراقي وكل إنسان وكل هاي يفهمه يعني نندي. فكنت لآخر يوم نسد الانتقابات أنا أخذوني قوة بغداد قابلوني، وكانوا حتى من لقاءات 8 أحزاب كانوا يتوقعون يقول لك أنت فايز حتسائرون كلها إيه وبأصواتهم كبيرة. وكنت حاججهم أقولهم بدر جصان أصوات قليلة، قالوا إحنا ضامنين لك أصوات. المهم ما اتفقت ويا مشاريعهم. قصدي يعني انت لو فايز بالكرسي البرلماني شنو كان اقدر شنو لا اسوي؟ اخليك انت ابن منطقتي تعرفني انا ما اشتغل لمصلحتي. يعني انا اكو انعرضت علي مكانات بالدوله، هسه انا من ضمن الفائزين 6 على القائمه
اللي منصب وياهم بالدولة ما اروح له، لو اروح يردون تصير انه واحد من جزء من مشاكل زراعة. اول مشاكل زراعة، تطوير التعليم، تطوير الناس، خدمات للناس. هذه شركة النفط اللي كوادرها كلها من ولايتنا ولدنا المسؤولين، مو هذا الشركة الأحدب، مو مديرها من جصان، مو المهندسين بدون مسميات بدون اسماء، ما حد يشتغل بها. شوف كلها كلها ما 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 ندر. هاي العراق مقسم، فهذه أهم من تيات الحقبة. والحمد لله رجعت أنا كشخص عادي في منطقتي ويحترموني. لو كنت فايز كان أفقد هذا الاحترام العظيم اللي هو رأس مالي، واللي أروح أقابل ربي إنه أنا الحمد لله لا تحملت واجبات وما أديتها. أنا لو 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 من حملون الثانوية 20 سنة، أتحدى رجل تعليمي يقاوم 20 سنة مدير إعدادي، هو الرجل مدافع ويا السياسيين ويا هذا الوقت، وهذا يريد يدق نشرة وهذا يريد يدق صورة السيد، ما خليهم. والحمد لله الحمد لله بقية حياتي أنه الناس راضية، وأكون ربي أنه يكون أيضا راضي عني لأنه قدمنا وتعبنا في ظرف صعب. شلون تعني لك أيام زمان يعني بنظرتك الخاصة أيام زمان؟ شوف أخي، متى تعرف أنت الواقع أفضل؟ لما أشوف مو الماضي، هذا الواقع الحاضر واللي قبله واللي مستقبلا. إحنا ننظر، إحنا قبل حقوق الناس مضمونة، الأبسط شيء يتعين عامل بدائرة حكومية أو فراج راتبه يكفي، تجي المعلم راتبه يكفي. أفضل دور يطوها للمعلم هسه هذه الكوت تروح 600 متر عشط مال المعلم والمدرس. هسه كل موظف ما يحصل له قطعة أرض، هسه أنا محصل ما أقدر أحكي، لكن أقول حصلت بيت وقطعة هم، مو بس بيت وزعوا قطعها من شمال تبين. لكن من نشوف اشوف مرات اخجل من اشوف هاي العوائل المتعففه اللي زينه بدرجه صان، اكو غيره وشرف وشهامه ويساعدون ويعطون ويزعون بالسر والعلن يعطون. لكن ليش انت الدوله رب الاسره الرب الاكبر؟ انتوا ليش ما تنظمون يعني النفط ايش قد بعد تريده يصير وصل البرميل ايش قد؟ مو فوق ال $100 مية. فوق المية يعني بقد تجينا السنة هاي صار فترة وسنة كاملة بقد الخزينة مرتين. زين وين تروح البلوعة؟ نروح للدائن 700 مليون دولار لدعم فلان قطاع أو لعده. زين ولعده هاي المليارات، فهذا ما أريد أخوض به هذا الحديث. فهذه حياتي اشتغلت بالكود قلت لك سنتين فترة الحرب ورجعنا، والحمد لله الآن إحنا في منطقتنا وكذا. السياسي ما أعرف إنه أنتم شباب، صار جيل بالعراق قطعا ما يؤمن بالسياسة ويعتبرها خدعة تنطلي على الأطفال. وإلا هالشهداء اللي تقدمت من تطلع أم بالتلفزيون الشريف ينحني ويدنق ما يريد بوجهه، تصرخ إلى الله مو تصرخ لهذولة، تقول لهم لا تقاعد لا راتب، استشهدوا دفاع عني وعنك وعن الأرض وعن العرض وعن زين. أنتم ما تشوفون هالتخلف بكل المجالات؟ بلد بس يستهلك 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 كل شيء. مثل في يوم واحد واقف يوم المفرق مال الكوت، فات السيارة طحين بدر وجصان، خضر بدر وجصان، ما تنكر كان هذول الناس شكو عندهم قاعدين نقل. ليش مشلون يا ابني؟ فهسه احنا هذا بلد يصير كواقع حالنا بهاي الظروف اللي على بدر وجصان. بالنسبه للانتماءات السياسيه للشباب بالوقت الحاضر ما جاي يشوف السبب مشاكل عندنا يعني؟ تدري شنو السياسه؟ هذول الشباب اللي اصلا ما يهمهم قضيه، ما يعرفون هي شنو، ما يعرفون سياسه. هذول يستغلون ملاعين السياسة، شياطين السياسة يستغلون بمغريات. مثلا الدين الدين، هل رسالة الحسين؟ راح أحكي لك في قصة غريبة وأريد يسمعها كل التربويين. أكو واحد يقدر يمنع موكب؟ مستحيل. أنا طالع في بداية الانهيار، الاحتلال، السقوط، شو سموه سقوط، كان أيام امتحانات نص السنة صادفت في 10 أشهر أيام محرم.
نفس المنطقة مالتنا موكب شباب القاسم يديره معلم يطلع الطلاب يدق عليهم زنجيل يفرهم بذرة ويعبر صوبين بذرة ويفرهم للقرى ويجيبهم بالعشرة نقضان يدق زنجيل على ظهره. زين هذا تجيب أي واحد ما يقدر يحكي تقول لك موكب ودمامات الدوق تقرع وطبول والزناجيل هالشباب كلهم أباهم طلاب متوسطة وطلاب إعدادية وامتحانات نص سنة. لزمت للمعلم قلت له الحسين ينتقم منك، هي هاي رسالة أبو عبد الله تدق عليه حديد تفر بي؟ مو هذا الحسين رسالة، رسالة أبوية تربوية علمية استفاد منها. هذه الطالب يريد الحسين طبيب يعالج الفقرة، يريد مهندس من بلدك. هذا يمتى باكر يجاوب لي والله باعوا أنتوا الطلاب؟ هذا ولا مو حصتك، مو حصة الموكب إلا مناسبة ولا وقت ولا أشخاصة. الناس آني متقاعد وغيري وغيري الناس كبار يروح لساعة ساعتين يشترك بموكب، مو طالب تفر بالدنيا بس تقرأ والجهال تركض وامتحانات السنة. حسن رجل وجع اعتذر مني وصديقي هو، قلت له بس هاي عيب عيب شنو أنا ضد الحسين، لكن جريء لمصلحة بلدي جريء يعني اتجرأ واقولها دائما في حتى في ذلك الوقت. هسه مراجعنا ما تقدر تحكي، ما تقدر تعطي رأي، ما تقدر تأثر لأنه اكو احزاب تنسفها ولا لها شغله بها ولا تتخوف من ما تريد تتخوف. هذه تجي العراق هو لا فقط الزراعه موجود بي، قلت لك هذه هسه هاي بذره وجصان بها هذا الرمل مكسب، الحجر مكسب، الحصو مكسب، تجي كل أرضها بيها بخير. العراق كله خيرات، تجي بالعراق الهضبة الغربية ما ينتهي الرمل الزجاجي والفسفات اللي الأسمدة واللي حتى نفط، وأغرب ما بالهضبة الغربية المياه العذبة، يعني يحفر 20-30 متر يطق البير يظل يذب ارتوازيا الماء بدون مضخة بدون كذا. هاي مناطقنا بيها مي. هذا اكو في سؤال اطرحه عليك انت بكيفك، احنا جايين نسجل يعني تريد تجاوب نعم. عليه اكثر التساؤلات مرات نشر المنشورات يقول يعني اوضاع الكرد الفيليين في زمن النظام السابق شلون شوف اخواننا الكرد الفيليين الفيليين ترى الظلم اللي يقع عليهم ترى احكي لك بصراحه تريد غير مو لا 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 شوف خلنا اقول لك احنا في زمن صدام اكو اضطهاد ظنا منهم انه هذول يشغلون لايران للجمهوريه الاسلاميه، هاي صار فد مؤشر خطير على الكرد الفيليين. زين ابو ايران بحكم القوميات القوميه الاخيره الفيليه ما يعترفون بهم، خلنا اقول لك اياها بصراحه، هذول منا يوصلون لحد حدود كرمانشاه مقابليننا، الشمال ما يعترف بهم صح بهم قيادات ووصوا الى اصدقاء بهم معروفين ابو هذا محمد حبيب محمد كريم من زرباطي هواك وما اريد اذكر اشر عن الاسماء. فالاكراد الفيليين مظلومين اجوا يعبرون قسم من هذه المنطقه لانه الاسلام ما يعرف حدود. سكنهم الاصلي بدره نعم بدره وجصان وسكنه ويروحون يشتغلون الظل اللغة مالته متمسك بيها هناك يروح بغداد وتجار العراق راح أقول لك راح خليها فد معلومة هاي أحب تذكرها كل عربي عنده هوايات الناس الأمين مو الناس الواعين يريد يحب سلطة يحب مال بأي طريق ما يحب يعمل يشتغل الأعمال الحرة ما يشتغل ما يبيع بيض ما يبيع دجاج ما يحمل ما يحوك ما بيدري شو هذولا من يجي من فقرة تشوفه نزيه شوفه أمين وصلوا. وأحكي لك رواية حفظوها عني رواية جدا مهمة، رحت على أحد أصدقائي من القرية وأقاربي في منطقة عقرقوف قريبة إلى أبو غريب بعيدة عن الشعلة في بغداد عنده مزرعة رحت يمه فكان خطار هذه من نوادر القصص في حياتي. فخطار الخطار يتعبد يصلي من عشاء لما الصبح قعدنا للريوق احنا العرب شويه براسا حللت قلت هذا ابدا مو عربي لان العربي يظل يتعبد للصبح
وينك ويش عربي؟ ها وينك ويش عربي؟ هذا من أجمل الطرف، تسحبني إلى طرفة حلوة، أنا أحب الحديث بذلك. من الهار علي شوير الله يرحمه متدين بشكل، وصديقه عبد الحسن عودة الله يرحمه يعطي الدين حقه، بس الصلاة البسيطة ضافه في بغداد بغرفة واحدة ينامون، هذا ينزعج من كل عبد الحسن من أي صوت يريد يطفي ضوء ماكو صوت، هذا يتعبد علي شوير من الهور عقبي من خوالنا، فزين هذا يتململ لا يقدر يقرأ قرآن ويكبر ويصلي ويكبر ويصلي، تاليته وذن الفجر، هذا ما نايم الرجال، وذن صلى من كمل طلع راسه من البطانية قال له أبو حسين أبو علي، هو حسين شوير أبو علي الصلاة الفجر كم ركعة؟ قال له ركعتين، قال له لا عشان صلك تحكي من منحشة للصبح إذا أنا ركعتين ليش دوختنا؟ فجبتها هذا افتهمته من الأكراد الفيلي، هذا الشيخ صايفة قصة غريبة، قعد قدامي قلت له راح أسألك سؤال أخونا، قال لي تفضل، قلت له عزيزي الحاج شو صار منك؟ هذول القدامى بجصارة سيفرحون على هذا الاسم، أخواتنا اللي ينتمون للحزب ايه ضحكت مو سلام، عرفت مو الفكر الماركسي كانوا قبل، عزيزي الحاج سكت ما جاوبني قطعا بعد ما لحيت عليه، شاءت الظروف رحت هاي التسعين بالسقوط رحت على هذا الولد بوادر الستة و 2006 صار مالت هاي الطائفية والقتل، قلت له حسن شيل اسمه حسن هذا الولد أقاربي، قلت له ترى هنا أنت قريب لأبو غريب ومصدر الإرهاب أبو غريب، ترى يقتلونك ويقتلون ولدك، قال لي لا وهذول زوبع والصلاة حلوة، قلت له أبو هاي طائفية ما تعرف صلاة وكذا شيل منها، قال مزرعتي، قلت له دنا أحمي ولدك، المهم قتلوا له ابن وصوبه ابنه جاني شارد، أنا قصتي مو يم هذا، قصتي يم الثاني هم جا جيرانه قريب من عنده هم جا جايب عائلته بسيارة وجاي، سكنت في أحد قرى بذرة اللي هي دهنوك، بس خير اعتزوا بي مؤدب بشكل، صارت وفاة أحد الساكنين بالكتب من أهل بذرة، فطلعنا أجي أخذه بالسيارة وطلع وياه، هو لطيف متدين متمسك وظريف ويعرف معلومات هواية، نص الطريق من الجسر مال بين مال الشويشة، قلت له أبو مأمون هذاك جوا بالشويشة شكو، قال هاي تلا، قلت له راح أنزلك هناك وإذا ما تجاوبني بصراحة أسألك سؤال واحد، أدفنك هناك ما جايبك أنا أونسك، ضحك قال لي اسأل، قلت له رجعت له سؤال ورا 18 سنة، قلت له عزيزي الحاج شو يصير منك؟ قال لي أنا أسألك، قلت له اسأل أنا أسوق وبصفي، قال لي أنا اسمي سامي الحاج عزيز الحاج شو يصير من عندي؟ قلت له أخوك، قال أخويا ابن أمي وأبويا ذاك قاد الشيوعية والكفاح المسلح بالأهواء الراد يصير رئيس جمهورية بالعراق، الفيليين طاقات أدباهم هسه دولتك أكثر القياديين من الفيليين، نحكي على المظلومية أي فالمظلومية تجي هذا خصوصا بمنطقة بذرة وجصان بذرة وجصان وين ظلموا وشردوا يعني ظلموهم الأمن أمن صدام جهاز تابع أنا أكمل هاي الطرفة فهذا تبين أخو عزيز الحاج صار ممثل العراق باليونسكو بفرنسا قبل سنتين مات الجموع بذاك الزمن واعترف على الحزب الشيوعي واعترف على كل القيادات وطوى منصب وبقى إلى قبل سنتين بفرنسا توفى هذا متدين قالوا ذاك الشيوعي قلت هذا منين من الكرد الفيلي هاي اللي أربط لك على طاقاتهم فكانوا يعبرون يردون يعيشون هنا الامن انت عرب ما سفروا مو قريه عندنا بني لام سفروا من الشيخ دبوه روح فهذول مظلومين يعني مظلومين كوادر طاقات امينين اي مظلوميتهم اظلمهم الامن ولا هذا الوقت ما اعطوهم كل حقوقهم أفضل صارت كيانهم لممارساتهم السياسية لهم أنا من أصدقائي هذا النعماني محمد سعيد مرة جاني وهو جمعية الفعليين وبالنواب زينين وتوصلوا أقل ما حد يتابعهم بالدوائر الدولة أكثر المسؤولين ترى من الكرد الفعلية
أكثر من العرب. هسه لو نجمع لك بدر وجصان القيادات اللي موجودة بالسلطة وخلي أي واحد من الفلية يجي قابلني، أعد له أسماء لا تحصى بمستوى وزراء. هاي هسه بس انا اضبوا على زرباط، احنا قاعدين مقربة على زرباط، شوف قرية ناحية في اطرف بقعة بالعراق بالشرق قريبة الى ايران بنوا 1500 بيت بصراحهم والدولة في الوقت الحاضر، وهاي قيد الانشاء ويبنون المنطقتهم، وجصان ما تقدر تبني هالقد، وبذرة نفسها ما تقدر، فضل من؟ فضل الاكراد فعلين. هسه الحمد لله نعم نفرح لهم، يعني هسه باعتبار انا ما احس بانه كلامك اخذوا حقوقهم وتعويض، ماكو حقوق كامله للعراقيين، هم هذول هواي تاذوا تاذوا يا اخي، شنو ما اخذوا؟ يعني كل مناسبه اللي يرجع المسفر 80 مليون، كل مناسبه ما اعرف ايش قد راتب، خير وبركه عليهم، لكن هاملين هاملين العراقيين شرائح الاخرى، هم حصلوا وشيطنهم قليل، ليش؟ لأنه ظلموهم سفرهم عوائل والله وأطفالهم، والله نبكي عليهم، ومن أعز أصدقائنا اللي موجودين سكنوا بالجمهورية الإسلامية واستقروا ونروح لهم وكذا، فالظلم كان عليهم في وقت صدام، ومن السبعينات زحمت عليهم، شلون قامت صارت تسفيرات، ترى مو عبالك بالثمانينات تسفيرات، بالسبعينات هم سفروا منهم وهي سفروا منهم، بس الحمد لله الآن الناس استقرت، الفرص تكافؤوا بيها، الدراسة تكافؤوا بيها، معكم متابعة عليهم، يمارسون نشاطهم السياسي، واصلين ماخذين دورهم بالدولة والسلطة، الحمد لله من أخذوا حقوق، الحمد لله. بس أنت تحكي على المنطقة بحكم الدولة والمنطقة الإقليمية، لا والله الشمال يضطهدوهم، إيران يضطهدوهم، الجمهورية الإسلامية ما يطلبون نفس الحقوق بالعراق، لا افضل 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 من كل عايش عايشين بي إيه، وذلك الوقت واللي اجى وخلص من الامن هم بخير وساكن في العراق، وهسه كل المسافرين عوضوهم وحصلوا على حقوق والحمد لله، وان شاء الله ما محصل القله ان شاء الله يعطونهم امكانياتهم. نعم سؤالنا الاخير، ايه اعتبرت كرجل هم من رجل سياسي، نعم نظر يعني هي الحياة كلها، نعم. نظرتك الحرب روسيا وتداعياتها على الشرق الأوسط بصورة خير، أنا أحكي لك، شوف أنا عزيزي أستاذ سلام، أنا أولا أبتعد من السياسة لأنه تدمير العالم وانتهى العالم، الصراعات السياسية المصالح، شوف راح احكي لك قصه واقول لك ليش نشات الحرب بين اوكرانيا وبين روسيا. كوبا هذول الواعين المثقفين بجصان يعرفوها قارينها وجه وقوفها، كوبا في امريكا الجنوبيه صارت دوله شيوعيه قبال من جواري قبال امريكا، من يساعدهم؟ مات جيفارا اجا فيدل كاسترو، ظل ما ادري بالستين سنة مدري أكثر رئيس دولة، مات هم قبل 8 سنين مات رئيس دولة، اتجاه شيوعي حزب شيوعي، فالتعسفات قام مجهزة تقريبا هو كله شيوعي، هو إيه الاشتراكي، خلينا نقول الاشتراكي، أنا بتعلم عن مسمى الشيوعي، فقاموا يدزون له أسلحة بعرض المحيط الأطلسي، أمريكا وقفت هاي أبلغوا روسيا قالوا لهم أنتم حاطين دولة هنا تعبرون علينا صواريخ تصير تحت مرمى صواريخكم، إما ترجعوها سنفجرها بالبحر، جردوا كوبا من السلاح حتى لا تصير خطر على أمن أمريكا. زين أوكرانيا هذا ممثل الشاب وما يعرف شنو هالدول شلون تشتغل من وراء كذا، فريد يسوي بوجه روسيا محطة بالناتو، محطة للسوق الأوروبية، ومحطة لأمريكا وياخذ سلاح وياخذ كذا وكل النار ايش نجيبها، هاي وين تصرف يم شخص، ترى بوتين عملاق صار، هذا متدرج بكفاءة بذكاء، ولا تعتقد يخوض حرب عن جهل، مو بس هاي هو سياسي ومتمكن، شوفوا تصريحاته
نارية ويقولوا قد يفعل. قال لفرنسا قال لها ترى من حيث لا تدرين أمسحك من الخارطة، لا تصرح بكيفك بصورة غير مباشرة. إيه غير مباشرة. فهذا السبب، السبب أمريكا تريد السيطرة على العالم. إيش قال هسه الرئيس الأوكراني؟ هاي مضحكة. قال يابا أنتوا تفرضون عقوبات، أنا راح بلدي راح عقوبات شو فيها؟ تعالوا خلصوني من روسيا. والله إحنا راح نتخذ أمريكا بعد ما يحتلون ناخذ عقوبات ضد. نجيب لكم مساعدات. راح نجيب لكم. هاي مضحكة لولا. زين إحنا فقرنا، أريد أختم حديثك ما طول السؤال الأخير. إحنا ما تقول إحنا عشائر، هذا أبو كوريا الشمالية من يا عشيرة المنع الوالدين. أول ما طلع صرح قال إذا أمريكا دخلت أقصف العراق أمسحة. إحنا شنو؟ والله ما ادري النسبه الى صحيح حقيقه، لانه بوتين ذكر قال امسح الخليج، دول الخليج، لان قواعد امريكيه شك واحد يعني يساعد اضربه بالحرب احنا ما نقبل. زين واحنا طايحين بين حفرنا على. وانا اشكرك استاذ سلام، وفرحتي كبيره بهذا اللقاء، ولو تحفظ هذه كامرتك ان لولايتي مقطع صغير وتحفظه وللأجيال يقول لك هذا كان مدرس، هذا كان هيك يحب. وأنا أشكرك وأكون في اليوم عزيتكم خدمتك. لا يا بنت تعبتني بالحق، ريحتني. أشكرك، أهلا ومرحبا.